قائمة من البحث عن عمل، وكان لابد لها من خلق فرصة بعد وفاة والدها لدعم أمها في تحمل تكاليف الحياة. بعد 5 سنوات من التخرج سخرت هديل تخصصها في الهندسة الزراعية لزراعة الزنجبيل على سطح منزلها في قرية علار شمالي مدينة الكرم، فهي لا تملك أرضا لتزرعها، فنجحت التجربة لتكون أول مرة ينبت فيها الزنجبيل في الأراضي الفلسطينية. لما أنا شفت زنجبيل أو بلشت إني أبحث عن زنجبيل بلشت أسأل، طبعاً ما يعني أسأل حدا يحكولي إحنا ما في زراعة زنجبيل في فلسطين، ابحث عن النت. فكان أغلب البحث كان هو عن النت، وأشوف أخذ الفكرة من النت أو أخذ إيش مكتوب بالنت وأطبق، اللي بتزبط أحطها على جنب، اللي ما بتزبط ألغيها. سوق العمل مش كتير أو مش مشجع نوعا ما للطلاب الخريجين، فأنا فكرت لا ليش بأخلق إلي فرصة عمل، وممكن لقدام برضو أخلق لناس تانيين عاطلة عن العمل فرص عمل، يعني ليش أضلني أستنى بوظيفة يمكن عمرها ما تيجي. مهندسة النباتات امتلكت الفكرة وحصلت على الدعم المالي للقيام بمشروعها من قبل الإغاثة الزراعية وبالتعاون مع مؤسسة إنقاذ الطفولة تحت مبادرة نجاحها التي تدعم الفئات العمرية الشابة لتنفيذ مشاريع ريادية قادرة على خلق فرص عمل مختلفة. من آمن أنه الفتاة في بداية حياتها فرصها أقل، حتى ما بتقدر تنافس في المشاريع اللي فيها بتدعم النساء بشكل عام، فإحنا بدنا نعطيهم فرصة أنه يكون في عندهم مشاركة أكبر. بنحاول نساعدهم بتلبية التحديات الاقتصادية، التحديات الاجتماعية، التحديات التعليمية والتحديات أيضا المؤسساتية. جائحة كورونا ساهمت في تشجيع العودة للأرض والاستثمار فيها بسبب الضائقة المالية التي تعرض لها الكثير من الفلسطينيين، حيث يعتمد 75% من الاقتصاد الفلسطيني بالمجمل على المشاريع الصغيرة والمتوسطة. بفكرة ريادية أصبحت هديل تسمى بفتاة الزنجبيل، فهي زرعت هذه النبتة لأول مرة في الأراضي الفلسطينية وخلقت واقعا للعمل جديد بالكامل. من قرية علار فاتن علوان، الحرة.